تصبح على خير. تصبح خير. أسأل الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم، أنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة بوينتارا. حنا الآن كنتواجد بالتأهيلية أو عفوا الثانوية التأهيلية عبد الملك سعدي بمدينة بوينتارا كيفما كتلاحظوا. كنتمنى التوفيق والنجاح إن شاء الله لهاد التلاميذ اللي غيدوزوا هذا الصباح اليوم، عندهم رياضيات. نتمنوا التوفيق والنجاح ان شاء الله يا ربي، وكل الامهات والاباء ان شاء الله نتمنوا انهم يفرحوا بوليداتهم. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل، فمجموعه كنلاحظ اليوم خصوصا ماده الرياضيات لانكم عارفين، فمجموعه ديال التلاميذ ومجموعه ديال كنلاحظوا ان كاين واحد الخوف هذا الصباح هذا، ولكن غادي ناخذوا بعض الكلمات اللي غادي يعطينا الثمن ديالو ونشوفوا الاجواء ديالهم كي دايره. اذا مره اخرى صباح الخير كل من التحق بنا، فكنقول صباح الخير ويوم سعيد لكم ان شاء الله، ونتمنوا يا ربي جميع التلاميذ يا ربي من طنجه للقويره انهم يوفقهم ربي ويحق لهم ويحق لهم الاذهان ديالهم يا ربي. اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. إذا دائما إذا معنا مجموعة ديال التلاميذ اللي غيدوزوا هذا الصباح، فصباح الخير عليكم. كنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح إن شاء الله. الله الله يحفظك. كي دوزتي بعد أول حاجة داز داك الشيء مزيان إن شاء الله. اليوم أنت موجود هذه الحاجة اليوم؟ اليوم أنا موجود ثقة في عام. من هنا كنظن بلي أنت موجود. موجود. لا موجد صراحة داك الشيء ان شاء الله. ان شاء الله 21 مازال عاد وديما فلسطين ان شاء الله. اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. كيف ما كتلاحظوا معنا كنتمنوا التوفيق والنجاح ان شاء الله في هذا الصباح. كيف ما كتلاحظوا معنا الاجواء ان شاء الله، نتمنى الخير لكل التلاميذ وكل جميع إذا كيف ما كتلاحظوا وكيف ما قلت لكم في السابق، فالآباء والأمهات هما اللي كيدوزوا، أما بالنسبة للتلاميذ فراه داخلين يدوزوا امتحان، فكنتمنى التوفيق إن شاء الله يا ربي. نحن الآن أمام مؤسسة عبد الملك السعدي، فا كل شيء كيشوف كيتسنى الباب يتفتح. هي كل دقيقة كل ما مرت كل ما مر من الوقت فا كتزيد الخلعة تزيد شوية. كنلاحظها من الملاحظة هذه عند التلاميذ اللي كيتواجدوا هنا في هذا أمام مؤسسة ديال عبد الملك السعدي. ونتمنى التوفيق إن شاء الله والنجاح يا ربي. إذا الآن تم فتح الباب وغادي ندخلوا عندهم. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا، إذا نتمنى لهم التوفيق والنجاح يا ربي، وإن شاء الله نتمنى يا ربي تفتح لهم الأذهان ديالهم بإذن الله تعالى، فـ توفيق للجميع إن شاء الله. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع تلاميذ مؤسسة عبد الملك السعدي وكذلك جميع التلاميذ المغاربة من طنجة للقويرة. إذا في هذه اللحظة كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل عن لحظة الدخول. العزيز
الله يوفقك. حنا ندخلوا ندوزوا الماء طويله داز بحال البارح، رحنا مزيان الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله فيك شي شويه الزحده، لاحظت فيك شويه الخلعه كاينه. لا ما كاينش، كاين الخلعه غير صغيره معانا ولا شي حاجه طرا. المهم البارح داز مزيان الحمد لله. والجامعه احنا لا باقي اش كاين ما كاين بعد الصباح اش معايا كنطلبوا شنو بيعوا معانا ما يحطوا في بروبابيليتي راه كتشهد شعافكم الله يسر لينا سهلوا معنا في الصحاح غرفه كامل من طنجه للكويره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الادهان ديالكم يا رب. شكرا دعي معنا. دعيو معنا شكرا. شكرا يلا نحاولوا ناخذوا صحه الامهات، لان صراحه ماشي فقط التلاميذ اللي كيدوزوا بل الامهات اللي كيدوزوا. صباح الخير لالا. ويسعد الصباح. الله يسعدك عليكم لالا. بارك الله فيك. صراحه ماشي التلاميذ كيدوزوا ولكن الامهات اللي كيدوزوا. حنا كندوزوا اكثر منهم. حنا كندوزوا اكثر منهم وخلينا اكثر من امين بالتوفيق للوليدات كاملين. فعلا 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 كان البنيته مخلوعه اكثر منها، ما كنعسوا ما كنشوفوا، نتمنى ان شاء الله كل شيء يدوز على خير والوليدات ان شاء الله التوفيق لهم كاملين. داروا مجهودهم ما يكون غير الخير. صراحة البارح داز الصباح شويش صعيب، أول مادة سورتو هي سيونس مات داز الفيزيك شويش يعني ذاك الخوف والتوتر، مي الحمد لله أون فوا داز الفيزيك طلقنا، اليوم المات حتى هو شويش متخوفين، مي إن شاء الله غيكون غير خير. الحاجة الوحيدة اللي كنشوفها ملي كيخرج التلميذ الأول حاجة الأم ديالو كتشوف في عينيه كيدايوز، وكيخليه يقول لك راه كنشوف وليداتنا وليدات الناس كيفاش خارجين لي زامبرسيون اللي عندهم في وجههم، راه كلنا معلقين فوالا. وكنسولوا اللي خرج أندرا كيتحط كيدوزو، وراه هنا كلنا هنا كبدة وحدة، كلنا هنا الأمهات والآباء أنت كتشوف معلقين أكثر منهم تقريبا. لا حيت أربعة السوايع ما يمكنش نتسنى، مي راه عاوتاني الخروج كاين اللي كيبقاو الله يكون في العون، كاين اللي كيبقاو حنا كنمشيو عاوتاني وقت الخروج كنكونوا هنا باش نكونوا أول وحدين تستقبلوهم ثاني في الخروج، عطيهم الثقة والله يسر الأمور للجميع إن شاء الله. اللهم يسر أمين يا رب العالمين بالتوفيق للجميع إن شاء الله، داروا اللي عليهم يكون غير الخير، وأيا كانت النتيجة هذه غير مرحلة في حياتهم غدوز باش ما عطى الله غدوز، المهم داروا اللي عليهم هذا هو ليسونسيال، داروا اللي عليهم وإن شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا لك مرحبا إن شاء الله، تناول التوفيق لبنيتك إن شاء الله وجميع جميع التلاميذ والتلميذات. اذا متابعين افراد ديال متابعين قناه شوف تيفي كيفما كتلاحظوا معنا بهذه اللحظه ديال الدخول ان شاء الله كيفما قلت لكم، فاللي كيدوز اكثر فهم الامهات والاباء ماشي فقط غير التلاميذ، فكنتمنوا التوفيق والنجاح ان شاء الله يا ربي جميع التلاميذ والتلميذات كيفما كتلاحظوا معنا متابعين افراد. فالان التلاميذ كيدخلوا ولكن الاباء والامهات هما اللي كيدوزوا كيفما كتلاحظوا معنا. فمتابعين افراد ما بقينا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بث اخر ان شاء الله. كنتمنى من جميع المتابعين افراد متابعين قناه شوف تيفي قناه الشرق انكم تبارطاجيو، فرجعوا ويسالوا، نتلاقاو بث اخر ان شاء الله.